الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم، لقاء جديد في من القاهره، اهلا وسهلا. اليوم الحقيقه عندنا موضوعين. الموضوع الاول بنتكلم فيه مع حضراتكم عن ملتقيات التوظيف كاحد الادوار الاساسيه اللي بيقوم بها المجتمع المدني في خلق فرص العمل. تحديدا محافظه القاهره منذ ايام نظمت ملتقى توظيف شارك فيه حوالي 9 بنوك وشركتين من الشركات العامله في مجال التامين والتكافل، وقيل ان هذا الملتقى يوفر 3000 فرصه عمل تقريبا. هنتكلم عن هذا الموضوع، هيكون معنا في هذا الحوار الاستاذ ضياء الدين محمد عبيد المنسق العام لملتقى التوظيف، والاستاذه ولاء امين عبد الحليم احد منسقي الملتقى. ده الموضوع الاولاني مع حضراتكم. الحقيقه الموضوع الثاني بنتكلم فيه عن القرار الاخير اللي تم بالتعاون بين الازهر الشريف والمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، قصر الفتوى على مجموعه محدده حددهم الازهر الشريف وقال دول فقط اللي من حقهم الفتاوى. البعض بيشوف ان هذا القرار سليم فيما يتعلق بموضوع الفتاوى، البعض الاخر الحقيقه من العلماء سواء اللي بيشتغلوا في مجال الاعلام او غيرهم زعلانين شويه من هذا القرار. هنشوف هذا الموضوع مع حضراتكم واهميته وانعكاساته. هيكون معنا في هذا الحوار الدكتور عطاء عبد العاطي الصنباطي استاذ الشريعه والقانون بجامعه القاهره. دول الحوارين الرئيسيين مع حضراتكم، ولكن بعد الفاصل عندنا استعراض لمجموعة من الأخبار المتعلقة بالشأن العام. طيب نروح لفاصل مع حضراتكم ونرجع نتابع الأخبار. أهلا وسهلا. بداية الأخبار الحقيقة بتستعد محافظة كفر الشيخ خلال الفترة القليلة القادمة غدا تقريبا افتتاح عدد من المشروعات الخدمية، مما يجعل المحافظة بتستعيد مكانتها بين القلاع الصناعية وتفخر بها أمام مصر وأمام العالم، كما أن تلك المشروعات سترد أو سترد على كل من يتحدث عن هذه المشروعات بشكل أو بآخر. مجموعة كبيرة من المشروعات اللي هيتم افتتاحها أو افتتاحها سوف يفتتحها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الإطار. أهم هذه المشروعات مشروع المدينة السمكية الصناعية غليون كفر الشيخ. طيب للمزيد من التفاصيل بينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عادل المسلماني الرئيس التنفيذي للشركة المنفذة للمشروع بركة غليون. دكتور عادل مساء الخير، أهلا وسهلا. اهلا بك يا فندم، مساء النور. اهلا وسهلا بسيادتك وبهنيكوا بهذا المشروع العملاق، تدينا فكره سريعه عن تفاصيل هذا المشروع. شكرا يا فندم. والله فعلا هو مشروع عملاق ويعتبر مشروع القرن بالنسبه لمصر. وانا رايي ان في اخر 60 سنه من السد العالي النهارده يعتبر اكبر مشروع بيتعمل فعلا. المشروع ده بيتعمل المرحله الاولى بتاعته على مساحه 4000 فدان، بتحتوي على منطقه صناعيه. المنطقة الصناعية فيها مصنع للأعلاف، أعلاف السمك والجمبري بطاقة إنتاجية 180 ألف طن سنوي، 120 ألف طن للسمك و60 ألف طن للجمبري. بتحتوي على مصنع للإنتاج بطاقة إنتاجية 100 طن يومي. بتحتوي على 6 ثلاجات بطاقة 6000 طن، بطاقة تخزينها 6000 طن. وفيها 4 أنفاق تبريد للتبريد بالصدمة عشان تحافظ على السمك فريش. في عندنا 1630 حوض لانتاج الاسماك بعرض 50 في طول 150 في عمق متر 70، وعندنا 630 حوض لانتاج الجمبري ب 50 في 50 في عمق متر 20، وعندنا مفرخ بيدينا 2 مليار ذريعه جمبري بي ال 10، وبيدينا 20 مليون ذريعة سمك سنوي. الحقيقة المشروع في إكماليه، طبعا في برضو مركز بحث وتطوير، المشروع في إكماليه هو واحد من أكبر 5 مشروعات على مستوى العالم. فيعني ده إنجاز، الإنجاز الأكثر اللي يعتبر حد الإعجاز إن احنا عملنا المشروع ده في 18 شهر فقط. طيب دكتور حضرتك بتقول لي كله اتعمل 18 شهر. طيب دكتور عادل حضرتك بتقول لي دي المرحله الاولى، يعني هو المستهدف من هذا المشروع ايه؟ المشروع يا فندم له 3 مراحل، اجمالي مراحله على 21000 فدان. احنا دلوقتي المرحله الاولى بنفتتحها في فخامه الرئيس ان شاء الله بكره الصبح. والمرحله الثانيه شغالين فيها، وان شاء الله الثالثه، الثانيه والثالثه هتبقى حواض اكثر
علشان خاطر المشروع يقدر يسد ما لا يقل عن 25% من الفرق بين الانتاج والاستهلاك. ده في حالة اكتماله. زائد ان مركز البحث والتطوير ده اللي هو بيراجع ابحاث التربة وابحاث المية وابحاث الاسماك والابحاث البيولوجية بالنسبة لامراض الاسماك وابحاث الاعلاف، فده هيساعد على رفع الكفاءة الانتاجية للمزارع المحيطة. وطبعا انت عارف ان كفر الشيخ فيها حوالي 40% من مزارع مصر. فانا بتكلم عن مشروع قومي في المقام الاول، ومشروع بيهدف الى سد العكس تماما والفجوه بين الانتاج وبين الاستهلاك يا فندم. دكتور عادل، اتفضل يا فندم. في حاله اكتمال المشروع الناس هتحس ان الاسعار رخصت في مصر فيما يتعلق بالمنتجات، ولا احنا محتاجين لسه مرحلة مختلفة ومشروعات اخرى علشان كمان نحس والمواطن يحس ان فعلا بقى عندنا انتاج كافي؟ ده سؤال جميل جدا. ده ان شاء الله الناس هتحس بالفرق ان شاء الله بدءا من بكرة بعد الافتتاح باذن الله تعالى. طبعا مع اكتمال المشروع مرحلته الثانية والثالثة هيبان الفرق بشكل كبير، ولكن ده ما يمنعش ان شاء الله بدءا من اكتمال المرحلة الاولى وافتتاحها، فده معناه ان احنا بندخل انتاج اضافي في الاحواض اللي موجودة للجمبري وللاسماك. عندنا 83 حوض اسماك المية الحلوة، وعندنا 1300 وكسر حوض اسماك المية المالحة، وعندنا 640 حوض لاسماك او 630 حوض لاسماك الجمبري الانواع الفينمي. فده معناه ان في ناس هتحس فعلا، هتلاقي سمك غليون موجود في كل حته في مصر، وهتلاقيه في الاسواق والمولات، وهتلاقيه في منافس توزيع قوات مسلحه. يعني الناس هتحس ان في حصل جديد، وهتحس بان في سعر فرق سعر كبير بين السمك اللي جاي من غليون وبين اللي هم بياخدوه من بره. أنا بشكرك جدا وبهنيكوا مرة تانية بهذا المشروع. أنا بشكرك الدكتور عادل المسلماني الرئيس التنفيذي للشركة المنفذة لمدينة الأسماك أو بركة غليون بمحافظة كفر الشيخ، شكرا جزيلا. طيب ننتقل من هذا الموضوع إلى موضوع آخر. المتحدث العسكري بيقول ضبط 3 أفراد من المشتبه بهم في دعم العناصر التكفيرية وتدمير 9 أوكار وعربة دفع رباعي بوسط سيناء. تمكنت قوات انفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني من ضبط 3 من المشتبه بهم في دعم العناصر التكفيرية وتدمير 9 أوكار وعربة دفع رباعي وثلاث دراجات نارية خاصة بالعناصر التكفيرية بوسط سيناء. وقال المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي أن ذلك يأتي استمرارا لجهود القوات المسلحة في مكافحة العناصر الإرهابية والإجرامية، وأضاف أن قوات إنفاذ القانون تمكنت بالتعاون مع الشرطة المدنية من اكتشاف وتدمير 6 مزارع للنباتات المخدرة ومخزنين عثر بداخلهم على كميات كبيرة من المواد المخدرة، مشيرا إلى مواصلة قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية بواسط سيناء. طيب ده الخبر المتعلق بسيناء. طيب النائب العام يأمر بحبس الإرهابي الليبي و14 آخرين لمدة 15 يوما في حادث الواحات. أمر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام بحبس الإرهابي عبد الرحيم محمد عبد الله مسماري ليبي الجنسية لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا في قضية اتهامي بالاشتراك في ارتكاب الجريمة الإرهابية التي وقعت بمنطقة الواحات البحرية والتي راح فيها عدد من ضباط وأفراد الشرطة. كما أمر النائب العام بحبس 14 متهما آخرين من المرتبطين بالتنظيم الإرهابي الذي ارتكب جريمة الواحات لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى في هذا الإطار. للمزيد من المتابعة والتحليل بينضم إلينا عبر الهاتف السيد المستشار عمرو عبد الرازق الرئيس بمحكمة أمن الدولة العليا سابقا. سيد المستشار تحياتي، أهلا وسهلا. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا فندم. سيادة المستشار، ما يتم في هذا الإجراء؟ إجراء يتفق وصحيح القانون، لأن قانون العقوبات في قد أعطى لنيابة قانون الإجراءات قد أعطى لنيابة أمن الدولة حين مباشرة التحقيقات في القضايا الخاصة بأمن الدولة من الداخل والخارج التي تدخل في اختصاص نيابة أمن الدولة أن تأمر بحبس المتهم 15 يوما وتأخذ سلطات قاضي التحقيق في إجراءات الحبس الاحتياطي.
زي قضايا الأموال العامة اللي بتباشر فيها نيابة الأموال العامة التحقيق، فمن حقنا تقضي ب15 يوم، ودي الحالة الاستثنائية الواردة في قانون الإجراءات اللي بتدي النيابة سلطات قاضي التحقيق في الحبس الاحتياطي، وبيتعرض كل 15 يوم. طب يا فندم، خلال المدة دي بيتم استجوابه، هل المدة دي قابلة للتجديد بعد ما يتم استجوابه وما يتم بعد ذلك؟ يا فندم، هذه المدة قابلة للتجديد طول فترة إجراءات التحقيق ولحين الإحالة لمحكمة الجنايات إذا ثبتت الجريمة، ولها مواعيد بينظر فيها للتجديد، وبينظرها السيد الأستاذ المحقق بصفته قاضي تحقيق، ولا تعرض على المحكمة إلا بعد الفترة بتاعت قاضي التحقيق. أشكرك جدا السيد المستشار عمرو عبد الرازق، الرئيس بمحكمة أمن الدولة العليا سابقا، شكرا جزيلا. طيب، النيابة بتقرر حبس استشاريين بمكتب ممدوح حمزة لمدة 4 أيام احتياطيا في قضية الرشوة. أمر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بحبس مهندسين استشاريين بمكتب المهندس ممدوح حمزة للاستشارات الهندسية بصفتيهما في حكم الموظفين العموميين. ورئيس قطاع المراجعة بشركة النصر للتعدين التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة للتهمين في قضية رشوة. أسندت النيابة للمتهمين الثلاثة الاتهام بطلب والحصول على عطايا مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال الوظيفة العمومية. كانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهمين الثلاثة. طيب، نروح من قضية الفساد. وزير البيئة بيعلن ترأس مصر لمجموعة 77 والصين العام القادم لاستضافة مؤتمر التنوع البيولوجي. أشاد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة بدعم الدول العربية لمصر في صندوق المناخ الأخضر، مشيرا إلى أن مؤتمر الأطراف الحالي ببون عمل في جو من الهدوء للإعداد لمؤتمر بولندا القادم كما كان مخططا له، لذا فهو مؤتمر لجمع مدخلات الأطراف بينها، أو بينما سيشهد المؤتمر القادم النتائج اللازمة لتفعيل اتفاق باريس. جاء ذلك خلال بيان لوزارة البيئة، والذي أشار لمشاركة الدكتور خالد فهمي وزير البيئة والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري في اجتماع الوزراء العرب على هامش الشق الرئاسي رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف 23 لتغير المناخ بمدينة بون بألمانيا. طيب، اتساقا بنفس الأمر ولكن في شأن محلي. رئيس جهاز شؤون البيئة بيفتتح المهرجان الأول لقش الأرز. افتتح رئيس جهاز شؤون البيئة محمد شهاب عبد الوهاب المؤتمر الأول لقش الأرز الذي تقيم المنظمة العربية للاستدامة بمدينة العبور في أجواء احتفالية وكرنفالية احتفالا بنهاية موسم حصاد قش الأرز، كأحد فعاليات انتهاء موسم نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة بالسحابة السوداء بنجاح. انضم المهرجان معرضا للفنون التشكيلية بمجسمات فرعونية وهرم مدرج ونماذج لبعض الحيوانات، كما ضم المهرجان فقرات فنية من فرق فنون شعبية ومزمار وتنورة، وشاركت وزارة البيئة بعرض مسرحي بالعرائس ومسابقات وهدايا تذكارية بواسطة فرق التوعية البيئية بالوزارة. احنا معنا فونو على حوالين الخبر. طيب، مين؟ طيب، ينضم الينا ويبقى معنا الاستاذ محمد شهاب عبد الوهاب رئيس جهاز شؤون البيئة. استاذ محمد، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم على حضرتك وعلى جميع الساده المشاهدين. اهلا وسهلا، ما تم يا فندم؟ حضرتك تقول لنا، اشرح لنا ايه اللي حصل. وفي الحقيقه المهرجان النهارده كان عباره عن نتيجه بتسعى لها وزاره البيئه على مدى يمكن اكثر من 15 سنه ان بدا المواطنين والمستثمرين يعرفوا ان قش الرز عباره عن ليه قيمه اقتصاديه، وتحول بالفعل من ازمه الى فرصه ومن محنه الى منحه زي ما كان شعار مهرجان النهارده. مهرجان النهارده كان شيء مبهج جدا، في اكثر من 54 منتج بنقدر ان احنا صنعه من قش الرز، وقدرنا نوصل رساله من خلال المهرجان النهارده ان قش الرز الفتره اللي جايه هيبقى له قيمه اقتصاديه كبيره، ومش هيبقى ازمه ثانيه بتشكل ازمه السحابه السوداء للشعب المصري.
طيب يا فندم، إذا كان ده المهرجان وإذا كان ده فكر وزارة البيئة بشكل عام، التجاوب من المواطنين مع هذه الاحتفالية ومع هذا الفكر؟ في الحقيقة يا فندم السنة دي يعني احنا حققين نجاح الحمد لله، احنا راضيين عنه، احنا حققنا نجاح بنسبة أكثر من 80% من كمية قش الرز اللي بتكون موجودة نتيجة لحصاد محصول الرز. الكمية السنة دي تعدت 3,600,000 طن، الحمد لله احنا يعني عاملين نسبة نجاح تعدت 80%، وعاملين مش هنقول ان مفيش محاضر لان كان في حرق لقش الرز رغم كل الامكانيات اللي وفرتها الوزارة من معدات ومن اجهزة ومن ادوات لتدوير قش الرز وتحويله لاعلاف واسمدة، الا ان كان في بعض الحرائق طبعا موجودة، واضطرينا مع كده ان احنا نفعل القانون وان احنا نحرر محاضر للناس اللي عملت المخالفات دي. إلا أن المؤشر الواضح جدا واللي أسعد وزارة البيئة أن السنة اللي فاتت كان عدد المحاضر 12,000 محضر، لكن السنة دي عدد المحاضر 10,000 محضر، قل بنسبة 20%، وده إن دل على شيء فيدل على زيادة الوعي عند السادة المواطنين وعلى أن احنا في طريقنا أن احنا نتخلص نهائيا من أزمة قش الرز إن شاء الله. أنا بشكرك جدا، بتمنى لكم كل التوفيق. بشكرك الأستاذ محمد شهاب عبد الوهاب رئيس جهاز شؤون البيئة. شكرا جزيلا دكتور محمد شهاب عبد الوهاب. طيب نروح من وزارة البيئة، وزارة التعليم العالي بتقول انتخاب مصر رئيسا بالمشاركة للاتفاقية الدولية لمبادرة الشراكة من أجل البحوث والابتكار. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انتخاب مصر رئيسا بالمشاركة للاتفاقية الدولية لمبادرة الشراكة من أجل البحوث والابتكار في منطقة المتوسط بريما. وأكدت الوزارة أنه في إطار جهود دعم وزير التعليم العالي والبحث العلمي المستمرة لدعم المشاركة المصرية الأوروبية في مجال البحوث والابتكار في نطاق إقليمي، تم الاقتراع أمس في برشلونة بإسبانيا على منصب الرئيس والذي فاز به الدكتور محمد الشناوي مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ممثلا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث حصدت مصر 14 صوتا من أصل 18 صوتا. وأوضح البيان أن مصر سوف تشارك إيطاليا في رئاسة تلك المبادرة التي يقدر تمويلها بحوالي 500,000,000 يورو لدعم التعاون في مجال البحوث والابتكار لمنطقة البحر المتوسط، حيث تهدف تلك المبادرة إلى تعزيز التعاون وتحقيق التنسيق والتجامل في مجال البحث العلمي والابتكار في دول البحر المتوسط، وذلك من خلال تمويل مشروعات بحثية بتستهدف مشاركة أو مواجهة المشكلات والتحديات المشتركة التي تواجه عمليات الإنتاج الغذائي المستدام وتوفير المياه في منطقة البحر المتوسط. هذا كلام محترم جدا، وده فعلا محتاجين يكون عليه تركيز خلال المرحلة القادمة، لأن التمويل زي ما حضرتكم تابعته حوالي 500,000,000 يورو، ده رقم كبير جدا. طيب مصر للطيران بتوقع مع شركة بولندية اتفاقية لتوفير رحلات بين القاهرة ووارسو. وقعت مصر للطيران اتفاقية مشاركة بالرمز مع شركة جيتش البولندية لتوفير رحلات بين القاهرة ووارسو، فبفضل هذه الاتفاقية سيتمكن عملاء الشركتين من الاستمتاع بالوصول إلى كل من القاهرة ووارسو عبر نقاط ربط مثالية من خلال بودابست وميلانو. واتفقت الشركتان على وضع الأكواد التعريفية لرحلاتهم على عدد من الوجهات الأوروبية المختارة من أجل توفير إمكانية الربط بين القاهرة ووارسو، وستتوافر هذه المميزات الجديدة اعتبارا من اليوم الموافق 17 نوفمبر 2017. وبفضل هذه الاتفاقية سيحصل عملاء الشركتين على العديد من المميزات الحقيقية كأصدار التذاكر تحت رقم تعريفي واحد والاستفادة بمميزات برامج المسافر الدائم للشركتين وتسجيل الحقائب لوجهة الوصول النهائية وإعادة الحجز في حالة أي تغيير في مواعيد الرحلات. طيب مفتي الجمهورية بيدعو لإخضاع الاجتهاد في الإفتاء للضوابط الفقهية ومصلحة الأمة. أكد مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام ضرورة إخضاع الاجتهاد والنظر والتقليد في الفقه والإفتاء والقضاء للقواعد والضوابط الفقهية الدقيقة والمنضبطة عبر الأجيال والعصور، بما يعصم الأمة أفرادا وجماعات من التخبط والفوضى، ويسهم أيضا في المحافظة على الهوية واستقرار المجتمع والنهوض بها. وقال مفتي الجمهورية أن دار الإفتاء على مر العصور تعرض جميع الأقوال من كل المذاهب ثم تختار ما يتوافق مع المصلحة ويسير
أو يسر الشرع ومقاصد الشرع العظمى خلافا لما ينادي به أصحاب دعاوى اللامذهبية. وأشار إلى أن قضية الخلاف الفقهي إنما وضعت لها قواعد ضابطة لضبط حركة الخلاف في المجتمع، حيث أن الاختلاف الفقهي للعلماء منطقة واسعة، ولو أخذ بالمعايير المنضبطة فسيكون ذلك رحمة للأمة. ده كلام مفتي الديار المصرية. طيب آخر حاجة، الحماية المدنية بالقليوبية بتسيطر على حريق مصنع العبور. تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية اليوم من السيطرة على الحريق الذي يندلع بمصنع للأثاث بالمنطقة الصناعية بالعبور، وتقوم قوات الإطفاء بعمليات التبريد بمناطق الحريق، حيث تم طلب الدعم من القوات المسلحة للمشاركة في إطفاء الحريق بسبب وجود مواد سريعة الاشتعال داخل المصنع، موضحا أنه تم نقل 2 من أفراد قوات الحماية المدنية إلى المستشفى لإسعافهما بعد إصابتهما باختناق خلال أعمال الإطفاء. وكشفت التحقيقات الأولية أن الحريق شبه بمصنع للأثاث بالمنطقة الصناعية بالعبور، وتبين أن المصنع يعمل في تصنيع الأسلاك الخاصة بالأثاث وغير مرخص، ويقع على مساحة فدان ونصف. كل الأمنيات بالسلامة للجميع. طيب احنا بكده استعرضنا مع حضراتكم مجموعة من الأخبار المتعلقة بالشأن العام. بعد قليل أولى حوارات من القاهرة، نماذج ملتقيات التوظيف ودورها في توفير فرص العمل. طيب بعد قليل هنروح هينخلي الحوار ده تاني، أن يبقى معنا الحوار الأساسي بعد قليل، القرار الأخير للأزهر بتحديد الفتوى على مجموعة محددة من العلماء. بعد قليل ابقوا معنا. أهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام. يعني فيما يتعلق بالفتاوى، أشاد علماء الأزهر ودار الإفتاء بمبادرة المجلس الأعلى للإعلام بالتعاون مع الأزهر بالتحديد في ضبط مشهد الإعلام الديني من خلال تحديد مجموعة من العلماء بيحددهم الأزهر الشريف ويكونوا مسؤولين عن الفتاوى بشكل عام في كل قنوات أو في كل الإعلام بشكل عام. طيب للمزيد برحب مع حضراتكم بضيفي في هذا الحوار الدكتور عطاء عبد العاطي السنباطي، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر. دكتور تحياتي، أهلا وسهلا، منورني. أهلا وسهلا بسيادتك وبسادة المشاهدين. دكتور، حضرتك بتشوف أهمية هذه الخطوة وأهمية هذا القرار وأهمية هذا التنسيق؟ هو بالنسبة للفتوى عموما، يعني أتمنى أنها تاخد شكل آخر اللي هو شكل الدين الصحيح. شكل الدين الصحيح
زي ما احنا عارفين تماما ان الفتوى مش واجبة على كل من هو متخصص انه يفتي للناس. ده احنا بنقول فيها يعني بتعتريها الاحكام الخمسة. بنقول احيانا يجب عليه انه يفتي لو ما فيش غيره. لو ما فيش غيره كان متخصص ومن اهل الاختصاص فهنا يجب عليه انه ما يكتمش العلم، لان ربنا سبحانه وتعالى طبعا قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيانات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فطبعا لا يجوز. والرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار جهنم يوم القيامة. فطبعا إذا كانت فرض عين، إذا كان هو الوحيد المتخصص، فهنا يجب عليه أن هو يبين للناس هذا الدين وصحيح الدين. طيب في غيره أو في غير كتير، خلاص ربنا عافاني وخفف عني، فهنا غير واجب علي وان انا يعني اعرض نفسي حتى او اقدم نفسي تماما، لان ده صغر من يقف عليه فنحن معه ونحن نساعده جميعا يعني كلنا. والدوله دوله نظاميه ودوله مؤسسيه ودوله قوانين. الامر الثالث احيانا يقولوا ان الفتوى بالنسبه للمفتي تكون حرام اذا ما كانش مؤهل، اذا ما كانش عالم، اذا ما كانش متخصص. هنا طبعا لانه هيدخل في يعني قول الله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فهنا بنقول الفتوى بالنسبه للمفتي احيانا تكون واجب عليه انه يفتي، احيانا تكون محرمه، احيانا تكون مستحبه اذا كان في غيره كتير واهل الاختصاص او المسؤولين يعني رخصوا الواحد او اثنين والباقي في انتظار او بيساعد او هو على صغر اخر، فما فيش فيها اشكاليه. واحيانا تكون مكروهه زي الامام الشاطبي وهو من فقهاء المالكيه، قال الفتوى على المفتي احيانا تكون مكروهه، يعني ما يفتيش الناس او يكره ان هو يتكلم اصلا او يجاوب اذا عرضت عليه اسئله معينه، خاصه اذا كانت اسئله زي اللي شفناها على الساحه في الفتره الاخيره ما تفيدش الناس. اسئله ما فيش في يعني ما واحد يروح يسال الامام الشعبي مثلا ويقول له زوجه ابليس اسمها ايه، هل ده سؤال يفيد البشريه او يفيد الامه؟ فالامام الشعبي طبعا لم يجبه وقال له هذا عرس لم اشهده، انا ما كنتش حاضر لحفله النكاح ده عشان اعرف اسماء البطايق والدعوه وما الى ذلك. فهنا الامام الشعبي والامام الشاطبي قال ان الفتوى هنا تكون مكروهه، وذكر لنا كم حاله حوالي 10 احوال، وقال دي مش حصر، قال دي امثله فقط، واللي بيسال بعد ما خد اجابته بيسال سؤال هو مش محتاجه. فطبعا هنا برضه يكره ان انا اجاوب، مش هديله اجابه لان ده تكلف وتعمق بدون فائده لا للسائل ولا لغيره. يعني زي السائل اما سال الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول كان يعني بيقول ان الله قد فرض عليكم الحجه فحجوا، فالسائل بيساله افي كل عام يا رسول صحيح. الله فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا عارفين احنا باقي الحديث فقال له زاروني ما تركتكم فانما اهلك من كان قبلكم كثره سؤالهم واختلافهم على انبيائهم. احيانا يكون السؤال ده من متشددين وغيره طبعا انا مش هجاوبه برضه. يعني انا اذكر هنا او يحضرني في صحابيه اسمها معاذه ذهبت الى السيده عائشه وبتسالها السؤال ده، يعني بتقول لها لما نؤمر بقضاء الحائض، لما تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاه؟ فالسيده عائشه جاوبتها، لان السيده عائشه كانت من المكثرات في الفتية، لان عندنا حوالي 7 من الصحابه هم اللي كانوا بيفتوا كثيرا، وباقي الصحابه اكثر من 140 الف ما كانوش بيفتوا. الامر ليس بالامر السهل هكذا. فالسيده عائشه قالت لها احروريه انت؟ يعني انت من الخوارج او من الفرق المتشدده عشان تسالي السؤال ده؟ ده ربنا بيتعبدنا، قال صلي هنا وما تصليش هنا، صوم هنا وما تصليش. دي امور يعني. فالسيده عائشه قالت لها لست حروريه ولكن اردت ان اسال فقط، يعني سؤال للترفيه فقط. طيب هتسمح لي اتواصل مع سيادتك لان الكلام الحقيقه محتاج مزيد من التفاصيل. هنروح مع حضراتكم سريعا مشاهدينا الكرام موجز الانباء مع زميل اشرف عبد العاطي، بعدها نتواصل، ابقوا معنا.
اهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام، مكملين في هذا الحوار مع ضيفنا اللي برحب بيه مره ثانيه مع حضراتكم الدكتور عطاء عبد العاطي الصنباطي، الاستاذ بكليه الشريعه والقانون بجامعه الازهر، حول موضوع تحديد الفتوى على مجموعه محدده من العلماء. برحب بسيادتك مره ثانيه. حقيقه استكمالا للكلام الجميل اللي حضرتك كنت بتطرحه قبل الحوار، حتى الصحابه، حتى زوجات النبي، مش كلهم كانوا بيفتوا. صحيح، السيده عائشه رضي الله عنها كانت مكثره، لان احنا كان عندنا حوالي 7 من الصحابه فقط من اكثر من 140 الف الرسول تركهم، هم اللي كانوا بيكثروا من الفتوى. يعني ان كان سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا علي بن ابي طالب، سيدنا عبد الله بن مسعود، سيدنا زيد بن ثابت، عبد الله بن عمر، السيده عائشه، عبد الله بن عباس، يعني حوالي 7 من الصحابه هم اللي اكثروا من الفتاوى، ونقدر نجمع لكل واحد منهم مجلدات ضخمه، الفتاوى بتاعته لو جمعناها في مجلدات تطلع مجلدات وتفيدنا، ونرشد الباحثين انهم يجمعوها اذا امكن، وهتفيدنا في عصرنا، وخاصه سيدنا عمر وانهم كانوا ادرى بمقاصد الشريعه وافهم لها من غيرهم. فالسيده عائشه رضي الله عنها كانت من المكثرات، وكنا بنتكلم عن معاذة لما بتسالها وبتقول لها ليه بنؤمر بكذا وما بنؤمرش بكذا، فالسيده عائشه قالت لها كنا ايضا يصيبنا هكذا الحيض ونؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه، فهذه عباده من غير ما نسال ومش محتاجين نتكلم فيها كتير. اذا في اسئله يكره للمفتي ان هو يجيب عنها اصلا، يترك السائل هكذا ولا حرج عليه. وهناك اسئله، وتوجد اسئله اخرى ايضا لا حرج ولا مانع اذا قال المفتي فيها لا ادري ولا يجيب. صحيح. أو يؤخر الإجابة حتى يدري. يعني إما أن يكون لا أدري وإما أن يؤخرها حتى يدري. ده كلام كويس. طيب أنا بتذكر مع حضرتك في العام الماضي كان في مؤتمر كبير لجماعة الأزهر، والإمام الأكبر حذر من العبث والتيه، قالها كده نتيجة تضارب الفتاوى، وأن الفتاوى لا ترقى إلى طموحات الناس ولا ترقى إلى العصر. فكرة تضارب الفتاوى وتأثيرها على الأمة وأهمية أن يتم توحيد الفتاوى من خلال مجموعة محددة، حضرتك بتشوف هذا الأمر إزاي؟ هذا مهم جدا في هذا العصر، خاصة طبعا احنا شايفين الثقافة عند الناس يعني أقل من الدرجة المطلوبة. فطبعا لأن الاختلاف في ذاته رحمة في حد ذاته، يعني بنشوف اختلاف الأمم الراقية، اختلاف الأمم المتقدمة، ده ثراء للفكر وثراء للأمم إذا استفادوا به، وإذا كانت أمة بتتفهم يعني إيه اختلاف وبيتفهموه كويس. وطبعا وهذا الاختلاف أعطى مرونة للشريعة الإسلامية وجعلها صالحة لكل زمان ومكان أصلا. يعني لو تخيلنا إن إحنا طبعا متوقفين على رأي واحد من عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وإحنا دلوقتي عندنا تطور تكنولوجي وبيولوجي وإلى آخره، طبعا كنا هنصاب بجمود لو تمسكنا برأي واحد لمدة 1500 سنة. ولكن من فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا ومن حكمته الكبرى بالنسبة لمنهج الشريعة الإسلامية، إن حوالي 90% أو 95% من أحكام الشريعة يعني الأدلة بتاعتها ظنية، ظنية يعني فيها مرونة تقدر تناسب العصر ده، نقدر ناخد من النص نفسه حكم آخر لأن النص فيه المرونة دي، فما ادانيش ألفاظ قاطعة تدي حكم قاطع لأول وهلة، فدي ميزة. بس مين اللي يطلع لي الحكم اللي يناسب العصر ده؟ عشان إحنا طبعا دلوقتي يعني يبقى في توحيد للآراء وما يحصلش بلبلة عند العوام، ونظرا إلى الثقافة الموجودة وما إلى ذلك في الأمة، فطبعا بنقول هنا الأفضل توحيد الفتوى. طب مين المسؤول عن توحيد الفتوى؟ في جهة مخصوصة نص عليها الدستور، وإحنا بلاد محترمة وبلاد بتحترم القوانين، اللي هي الأزهر الشريف، هي طبعا المنوط بها كل ما يتعلق بالدين، هي المرجعية الدينية بنص الدستور، عشان ما يحصلش تشويش على أذهان الناس، والناس كتير بيسألونا احنا نصدق مين، او ده بيقول حلال وده بيقول حرام في نفس المسألة الواحدة. فبنقول هنا اذا توحدت الفتوى في ولو حصرنا المسائل اللي عاملة بلبلة وفتن مش هتزيد عن 30 40 مسألة في المجتمع، هتبص تلاقي في الطلاق في كذا في كذا، شو مسائل احنا ايدينا فيها وعايشينها وعارفينها، والمسائل دي بتكرر يوميا في لجنة الفتوى وفي غيرها بتكرر وكثيرة. يعني نبص نلاقي مثلا 70% من المسائل اللي بتعرض في باب معين من أبواب الحلال والحرام،
في 5% في باب تاني، تقدر حضرتك تعمل جد وتحصرهم وتقدر توحد جهة الفتوى فيما يتعلق بهذه القضايا اللي هي بتلح بكثرة. فهنا أرى أن هذه الخطوة في الطريق الصحيح، ومن حق طبعا ولي الأمر أنه يتدخل في مثل هذه المسائل، تحديد من يفتي ومن لا يفتي إلى آخره. وده مش معناه أن اللي يختارهم هم الأفضل، لا، ده مسألة تنظيمية مش أكثر. ده شيوخنا، أسمائهم شيوخ شيوخنا اللي احنا بنتعلم منهم، ده هو صغر من سيقف عليه فقط في فترة ما، والليحة قبل زي ما بنسمى أبديت أو تحديث دوما، لا هي نهائية ولا غيرها، ولا الموجودين هم الأفضل ولا هم الأحسن ولا أي شيء. ده مسألة تنظيمية وتكليفية، مش يعني هي تكليف أكثر منها أي شيء آخر. ده زي ما سيادتك بتكلف حد يقوم بعمل معين، فهي تكليف، ومستحيل أنه يكلف الجامعة كلها تقوم بالعمل ده وفيها آلاف الأساتذة. فمسألة تكليف وليست يعني مسألة أن هؤلاء أفضل الموجودين على الساحة، ده طبعا مش موجود أصلا. ده شيوخنا في هيئة كبار العلماء، وهم شيوخ شيوخنا كمان، وبنرجع لهم، هم مرجعيتنا، إذا إحنا في أي شيء هم مرجعيتنا، وهم يعني فوق رؤوسنا حتى نلقى الله، وهذه عقيدتنا. لكن المسألة مسألة تنظيمية، ويجب ألا يكون فيها، ألا تؤخذ بمنطق الأفضل والمفضول والأهلي والزمالك وأنت هنا أم هنا إلى آخره. طبعا أتمنى أن لا تأخذ هذا الشكل أو هذا الصراع هكذا. ده أنا أذكر أن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يعني يقول مثلا إيه، مين هو الفقيه اللي المفروض يبقى صفاته عشان يتصدى للفتوى؟ فيقول هو الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله. تمام. لا يؤيسهم من رحمة الله ولا يرخص لهم في معاصي الله سبحانه وتعالى. يعني لا يكون كده ولا كده. يعني ما يرخصش في المعاصي ويستهتر ويتساهل إلى درجة إن الناس تتفلت من الدين، ولا يشدد عليهم فيؤسهم من رحمة الله سبحانه وتعالى. يجي الحسن البصري رحمه الله أيضا يقول في صفات الفقيه اللي يتصدى للفتوى أيضا، يقول هو يعني يتصف بالزهد والورع، وهو الذي لا يسخر ممن هو أسفل منه، لا يسخر ولا يهمز بمن هو فوقه. تمام. لا هو كده ولا هو كده، ولا يأخذ بالعلم الذي تعلمه حطاما، ولا يأخذ به حطاما. كنش القضية المقصد منها مغانم دنيوية أو ما إلى ذلك، وإلا هتبقى طبعا الفتوى هيبقى فيها شيء. الفتوى هيبقى فيها شيء على طول. طيب دكتور، الحقيقة يمكن فكرة الفتاوى اللي ما بتكونش في قضايا جوهرية بتهم الناس ودايما بتعمل حالة من البلبلة، يعني كيفية إدارة الفتاوى بشكل عام، يعني بتلاقي فجأة كده بعض القنوات تطلع بحاجة محددة فتعمل دربكة والناس كلها تتكلم عليها وتبقى قصة يعني، والموضوع بيكون ليس له علاقة باهتمامات الناس الفعلية. على الجانب الآخر بتلاقي قضايا مهمة بتحتاج إلى فتاوى حقيقية، بتحتاج إلى استنارة من الناس وتكون بعيدة إلى حد ما. فكرة إدارة هذا الأمر بيتم إزاي، أو المقترح خلال المرحلة القادمة بعد تحديد الفتاوى في مجموعة محددة؟ يعني هذا يرجع إلى المفتي كما قلت في الأول، عليه أن لا يجيب على مثل هذه المسائل، لا يجيب عنها، لأنها تدخل في المسائل التي يكره الإجابة بالنسبة لها. لا يجيب عنها، يقول هذه مسائل ليست مهمة ولا تنفع الناس أصلا، فلا يجيب عنها بأي حال. وأظن أنا ذكرت أكثر من نموذج حدث في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، مع الرسول صلى الله عليه وسلم، بس حاليا محدش بيقول كده، مع السيدة عائشة. فهنا الأمر يرجع إلى المفتي أو من يتصدى للإفتاء أو من يجلس في هذا المكان، وإلى الإعلام عليه دور كبير أن يحفظ بلادنا، وأن يعني لا يثير مثل هذه القضايا، وعنده كنترول، وهو مسؤول عن هذا أمام الله سبحانه وتعالى أولا. أن الله يقول في القرآن الكريم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به
ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فطبعا هنا الإعلام عليه دور كبير أن يتحرى وأن يفرز الأسئلة التي تأتي، عنده فلتر في هذا، وطبعا وأن يساعد المفتي في هذا. الأسئلة المهمة التي تنفع الناس يعرضها، والأسئلة الأخرى ده من الأمانة المهنية، وفي بروتوكولات وفي أخلاقيات للمهنة. فأتمنى، وطبعا قناة النيل سباقة إلى هذا، وأنا يعني لي فيها معكم برامج كثيرة جدا في الفترات الصباحية، ما يعني ما رأيت مثل هذه الإثارة في قناتكم المحترمة. أشكرك جدا. الحقيقة كمان عشان نكون الصورة مكتملة، البعض بيقول إحنا بنعرض كل الآراء، أن هذه الخطوة من جانب المفتين أو من جانب من بعض العلماء بيشوف أن هذه الخطوة بتحد من حرية الرأي والتعبير، حضرتك بتشوف هذا الأمر إزاي؟ حرية الرأي مطلوبة ومكفولة بنص الدستور، وده حق لكل إنسان على الأرض كلها، يعني صحيح. الدساتير المختلفة كلها بتنص على هذا الحق، بس هذا الحق له حدود. تمام. يعني إذا لم يسر فتن، إذا ليس كل ما أعرفه أقوله وأفتي يعني فيه عندنا مسائل للرياضة العقلية أو للرياضة الذهنية، هذه أقولها ممكن في الدرس في المحاضرة الأكاديمية لطلابي يعني لتدريب أذهانهم وعقولهم على كيفية استخراج الأحكام أو ما إلى ذلك، لكن للعوام سيفهمونها بطريقة خاطئة. ولذلك الإمام الشاطبي وغيره من فقهائنا علمونا، قالوا إن فيه شروط في المفتي، يشترط في المفتي أن يكون عالم باللغة العربية، أن يكون عالم حافظ القرآن الكريم، ومش شرط القرآن الكريم كاملا، زي الإمام الغزالي وغيره، قالوا يكفي 500 آية اللي فيهم الأحكام الفقهية اللي فيهم الحلال والحرام، الأحاديث النبوية، واختلفوا في عدد الأحاديث برضو لأن الأحاديث كثيرة، ولكن المتفق عليه الأحاديث اللي فيها الحلال والحرام على الأقل يبقى عارفها، لأن في أحاديث فيها عن القبر، فيها عن الوعظ، فيها عقيدة، فيها كذا. طبعا فبالنسبة للمفتي عليه أن يكون حافظا أو عالما بمثل هذه الأحاديث، وطبعا ليس المراد هنا الحفظ فقط، ولكن يعرف الناسخ والمنسوخ، المطلق والمقيد، لأن القرآن الكريم مثلا أحيانا حتى يختلط على المفتي، هل هذا ناسخ أو منسوخ أم أنه عام وخاص مثلا، لأن ده علم في اللغة العربية موجود، دلالات الألفاظ وكيفية استنباط الأحكام، هذا علم يعني ليس. فطبعا إما نلاقي آية مثلا تقول في القرآن الكريم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني العدة بتاعتها ثلاث حيضات، هل لكل مطلقة العدة بتاعتها ثلاث حيضات أو أطهار بناء على اختلاف الفقهاء؟ فهل العدة بتاعتها كل المطلقات ثلاثة أطهار أو ثلاث حيضات؟ فطبعا هنا هنبص نلاقي في آية تانية في سورة الطلاق في آخر في سورة الطلاق، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال. يبقى إذن التي يئست من الحيض انقطع الحيض عندها، الحامل، الصغيرة، كلهم بالأشهر ليس بالحيض، ثلاثة أشهر. إذن هذا النص خصص هذا، يعني هذه المسائل تخرج من النص الأول. إذا لم يكن الفقيه عنده دراية أكيد. بالعام وبالخاص والمسائل التي خرجت، سيعطي حكم عام للكل للمسائل وسيصنع مشكلة. إذن لابد أن يكون عنده علم بالعام وبالخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ ومفهوم الموافقة ومفهوم ودلالات الألفاظ على هذا علم في موجود في أصول الفقه والتعارض والترجيح، إذا تعارضت الأدلة كيف أرجح، هذا علم أيضا. فالذي يتصدر الفتوى ليس عنده مثل هذه العلوم سيقع في مشاكل كثيرة. أيضا بالإضافة للغة العربية وللقرآن وللسنة أن يكون عالما بمواطن الإجماع، يعني المسلمون أجمعوا في مسألة ما، إذا كان هناك إجماع فيجب احترامه كدولة متقدمة، رأي الأغلبية نحترمه حتى ولو كنت أخالفه، ولكن يحترم رأي الإجماع لأنهم لن يجمعوا على خطأ. وفي هذه العقول القوية ليست عقول يعني صاحبة هوى أو ما إلى ذلك، الإجماع أن يكون عالما أيضا من ضمن الشروط التي اشترطها الفقهاء في من يتصدى الإفتاء، أن يكون عالما بمقاصد الشريعة اللي سيادتك بتسرها. يعرف مقاصد الشريعة،
مقصد الشريعة حفظ العقل، فلا أفتي له بشيء يذهب عقله يعني وقوفا عند ظاهر اللفظ أو وقوفا عند معنى لغوي أو ما إلى ذلك، وأتحايل حتى أحل الشيء الحرام أو أضيع المقصد الذي قصده الشارع وهو حفظ العقل. صحيح. أو حفظ النفس أو أتحايل حتى أضيع مال الناس بأحكام في ظاهرها أنها مشروعة لكن المقصد ضاع مع الظاهر، وسأكون مثل الظاهرية ومن انتهجوا نهجهم في هذه الحالة. فهناك علوم كثيرة لابد وأن يكون من يتصدى الفتوى ملما بها وعلى رأسها علم المقاصد، مقاصد الشريعة حتى يحققه، منها فهم الواقع الذي يعيشه. أكيد. فهم الأعراف المختلفة والتحديات اللي بتقابل الناس، وإن نعم. دايما تكون الفتاوى بتتماشى مع تحديات الناس وهمومهم وطموحاتهم، لأن الدين هو جامع مانع، وبالتأكيد الفتاوى بتتناسب مع كل العصور وكل التحديات. نعم صحيح، عليه أن يفهم هذا، وهذا ما أوقع يعني المتشددين في تكفير بعض الناس مثلا. أكيد. ربما إنسان يعني يفعل فعل الكفر نفسه أو يفعل فعل الفسق، ولكن لا نستطيع في الفقه أن نقول هو كافر أو فاسق حتى، رغم أنه مارس الفعل. ولذلك باتفاق الفقهاء لم نجد فقيها كفر أحدا محددا، ولكن يقول هذه الأفعال أفعال كفر. يتكلمون عن الأفعال، من هذه أفعال كفر، هذه أقوال كفر. صحيح. لكن باتفاق الفقهاء قالوا لا يجوز تحديد شخص محدد ووصفه بالكفر أو بالفسق، لأن هناك شروط كثيرة. ربما من فعل فعل الكفر هذا يعني ربما عنده تأويل، عنده تفسير لتصرفه، وأنا رأيت هذا بنفسي في سفري خارج. لو كنت أخص بمثل هذا الكلام لكنا قد وقعنا في مشاكل كثيرة. فيعني مرة يعني أعزك الله دقيقة، واحد كان بجواري ودخل جديد في الإسلام، يعني دخل في الإسلام جديد، فبعد أن أكل وشرب، رجل كبير يعني أكثر من 65 سنة في بلاد روسيا، فبعد أن أكل وشرب شرب خمر أو كذا. هذا عندنا في الإسلام، نحن المسلمين نعتقد أنه محرم. بالزبط. في عقيدتنا، ونعتقد أنه من الكبائر، وأن الصلاة لا تقبل 40 يوما وما إلى ذلك. فبعد أن شرب نصف الزجاجة أو كذا، فوجئت أنه يصنع ما هو أعجب من ذلك، وهو أنه يدعو الله سبحانه وتعالى: اللهم بارك لي وارزقني رزق حلال وادخلني الجنة، ويبكي. فعرفت أنه ربما لا يفهم شيء، فلو حكمت عليه بفعل أنه فاسق أو عاصي أو كذا في هذه الحالة ربما أكون مخطئ. تمام. وأكون تسرعت. صحيح. ولذلك حينما فاتحته قلت له: كيف تشرب خمر وتدعو الله بعدها في هذه الحالة؟ فقال لي: هل الرسول محمد كان لا يشرب الخمر؟ فعرفت أنه لا يعرف شيئا. يا سبحان الله. فقلت له: نعم، الرسول محمد كان لا يشرب ولا يحب الذي يشرب ويزعل ويغضب منه. ففكر دقيقة ثم قام بدون جدال كثير، ولأن الحوار كان هادئ ولطيف يعني، ووضع رماها في باسكت بجوارنا، رمى الزجاجة وقال: بعد ذلك لن أشرب خمر ولن أقدمها لأحد من أصدقائي حتى لا يغضب مني الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ويشفع لي يوم القيامة. فعرفت أنه رجل طيب. فلو حكمت عليه من البداية بمجرد أنه مارس هذا الفعل، إذن أنا تسرعت في الحكم، ولذلك هذا خطأ في الإفتاء في مثل هذه والأمثلة كثيرة في ذلك. والأمثلة كثيرة. شرفتني يا دكتور، أنا بشكر حضرتك جدا، كل الأمنيات بالتوفيق لحضرتك. وبشكرك الدكتور عطاء عبد العاطي الصنباطي، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، شكرا جزيلا، شرفتني في هذا الحوار. شكرا لحضرتك وللسادة المشاهدين. أشكرك جدا. بعد قليل مع حضراتكم مشاهدين الكرام الحوار الثاني في من القاهرة، ملتقيات التوظيف. هيكون معنا في هذا الحوار الأستاذة ولاء أمين عبد الحليم أحد منسقي الملتقى، والأستاذ ضياء الدين محمد عبيد المنسق العام لملتقى التوظيف. بعد قليل ابقوا معنا. We'll be right back.
أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. يعني فكرة ملتقيات التوظيف بشكل عام، كلنا بنعيش فكرة المشاكل اللي بتقابل الكثير من الشباب البحث عن فرصة عمل. بتيجي ملتقيات التوظيف، البعض بيكون الحقيقة متحمس جدا من الشباب لهذه الفكرة، لأن بجد ممكن تخلق فرص عمل حقيقية. غير زمان كنا بنسمع كلام، ولكن قبل الهوى كنا لسه بندردش حوالين فكرة ملتقيات التوظيف، وبالفعل هي بتحقق نجاحات، بيقولوا فعلا بتخلق فرص عمل، لأن في فعلا شركات كتير وبنوك بتكون محتاجة ناس تشتغل بجد. الملتقى الأخير هو ملتقى نظمته محافظة القاهرة، واشترك فيه مجموعة من البنوك الكبيرة، حوالي 9 بنوك، وكمان مجموعة من الشركات، واشترك فيه يعني قطاعات مهمة جدا، لأن بجد كان في ناس محتاجة تشتغل، وكمان ناس محتاجة موظفين مؤهلين إلى حد كبير جدا. طيب التفاصيل أكثر في خلال هذا الحوار، برحب فيه مع حضراتكم بضيوفي الأستاذة ولاء أمين عبد الحليم، أحد منسقي الملتقى، وهي كمان ماجستير علوم إنسانية. برحب بسيادتك، أهلا وسهلا. وكمان برحب مع حضراتكم بالأستاذ ضياء الدين محمد عبيد، هو المنسق العام لملتقى التوظيف ومساعد مدير عام بأحد البنوك الوطنية. أهلا وسهلا بحضرتك، برحب بحضراتكم. وخليني أبتدي مع سيادتك، فكرة ملتقيات التوظيف وأهميتها. اولا انا بسجل خالص الشكر والتقدير طبعا لاستضافتكم لينا. اهلا وسهلا. وتسليط الضوء على ملتقى التوظيف، احنا بنمثل 2 من افراد الفريق العمل. فريق العمل عندنا، احنا طبعا مش شغالين على الشغل الفردي، لا احنا فريق عمل كبير جدا. فريق العمل ده بتتعدد المؤهلات بتاعته، ما بين دكاترة ومهندسين ومصرفيين وباحثين قانونيين، حتى الأعضاء في النقابات المهنية ليهم دور فعال موجودين معانا. فريق العمل المسؤول عن الملتقى ده، فريق العمل مش في الملتقى بس، الملتقى دي نقطة مضيئة في جدول أعمال كبير جدا. طب قولي فريق العمل بيشتغل تحت إطار إيه لحضرتك؟ فريق العمل بتاعنا ده المايسترو بتاعه الدكتور مدحت شريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب. فريق العمل، احنا اشتغلنا ده الملتقى التوظيف الثاني. ملتقى التوظيف الأول كان بتاريخ 18/3، كان متزامن مع برضو أحد الحاجات اللي احنا كنا بنشتغل عليها، الدورات الحرفية، كان متزامن معاها دورات تأهيل، وكان كان ليه دور كبير في توظيف ناس في المجالات الحرفية وحاجات إدارية أخرى. بصينا، اقترحت اقتراح من قبلي للدكتور مدحت والفريق العمل على إعداد ملتقى توظيف تاني أكثر تخصصية، بيخاطب مؤسسات مالية والبنوك والشركات التأمين. بدأنا الإعداد ليه، قعد فترة الإعداد استمرت تقريبا 3 شهور أو قربت من ذلك. شوف هنخاطب مين، فعملنا سيكتورز، البنوك الخاصة وبنوك الاستثمارية والبنوك العامة والبنوك المتخصصة وكذا المؤسسات المالية. كان في توفيق كبير من الاستجابة من البنوك لينا. في دور كبير وفعال جدا في محافظة القاهرة، دعمها من قبل المحافظ، توفير المكان اللي هو كان مكان للملتقى. كان مكان الملتقى بالأمانة هو مكان مميز جدا في مصر الجديدة، فبالنسبة له سهولة الوصول إليه. بالنسبة لممتلك السيارة أو شاب جاي بوسيلة مواصلات، سهولة الوصول إليه، التكلفة بتاعته بسيطة إن هو يقدر يوصل. نزلنا بعد كده بدأنا نفكر يوم الملتقى. كان أول يوم احنا فكرنا فيه 3/11، وبعدين قعدنا نفكر تاني عاوزين يوم شيق أكتر أو يوم سهل تسويقيا، فنزل اليوم. شفنا أول يوم بعديه كان يوم 11/11، فكان يوم بالنسبة لنا سهل تسويقيا. بعد كده بدأنا نشتغل بقى على التواصل مع المؤسسات المالية والبنوك. أخذت مننا فترة بالأمانة، فترة طويلة ما بين الدعم، كان في دعم مباشر مع المايسترو بتاع الفريق لينا، دعمنا بالتواصل مع البنوك. نزلنا كفريق عمل كامل، عدينا، هنخاطب من البنوك، ننزل نقابلهم،
نقابل الاتش ار، نقابل ممثلينهم البورد، نطرح عليهم ان محافظه القاهره متمثله في المحافظ وكين اللجنه الاقتصاديه بيدعوكم لمرتقى توظيف، بس يكون عندكم احتياجات فعليه. هل عندك احتياجات فعليه؟ طبعا البنوك والمؤسسات الماليه هي قبله للخارجين كليه التجاره واداب وطموح بالنسبه لهم، بس الطموح ده ما بيجيش الا للشخص الكواليفيكيشن العالي. البنوك محتاجه مواصفات خاصه، اللغه، حاسب الالي، حتى الكوميونيكيشن سكيلز بتاعت اللي هيشتغل في المجال ده. طبعا بدينا نتواصل معاهم، خطبناهم. الكلام مش هيبقى بس كلام، لا لازم حاجه موثقه. ممكن اسال استاذه ولا حاجه وارجع؟ اتفضل يا فندم. طيب مين جالكم؟ احنا جالنا كل الشباب اللي بتستهدف البنوك، سواء اذا كانت محاسبين خريجين تجاره وفي سياسه واقتصاد وفي مؤهلات كتير جدا. بس هي طبعا الفكره في ان احنا فعلا يعني اللي جه حوالي 1020 شاب وشاب وفتاه، كله كان هدفه طبعا ان هو يشتغل، واحنا كلنا نفسنا ان احنا نعمل حاجه ليهم. بس هي الفكره في ان مين اللي هيختاروا البنك دي حاجه بتاعت توفيق ربنا وعلى الابلكيشنز اللي بيعملوها المتقدمين. احنا طبعا هو استاذ ضياء طبعا غطى الجانب الكبير في لسه فيه. لسه احنا لسه هنتكلم لكن على انا كل كنت التفاصيل. هي كانت في البدايه حضرتك سالت مين فريق العمل وبتعملوا ايه او ايه انتوا. هو انا حابه اتكلم كمان عن فريق العمل لانه هو انا حاسه ان هو مصغر البرلمان. احنا متقسمين جوه لجان، في لجان صحه وفي لجنه صحه وفي لجنه شباب وفي لجنه تعليم، وكل واحد في تخصصه. لكن لما بيبقى عندنا ايفنت زي دوت احنا كلنا بنشتغل علشان ننجح الايفنت ده. ميزه كبيره جدا في فريق العمل ان احنا في فرايتيز عاليه جدا، سواء اذا كان في الاعمار او في التخصصات. مديانا قوه ومديانا كمان دعم لبعض. ما بنجهلش اي حاجه ممكن حتى فرد صغير من الشباب يقولها، لان احنا في من ضمن فريق العمل شباب في الجامعه، وفي اصغر بنوته في الفريق العمل في ثانوي، كله بيقول رايه وكله بنسمعه يعني ما فيش حاجه بنغفلها. فهي دي الفكره، عشان كده احنا عارفين الحمد لله وعرفنا نوصل لاغلب الشباب وعرفنا نلبي طلباتهم. الميزه الاكبر ان سياده النائب والمحافظ والرئيس الحقيقي ان هم كانوا عاملين هارموني حلو جدا في ان هم ينجحوا الملتقى، في ان كل واحد سخر الفاسيلتيز اللي عنده ليه، محدش بخل باي حاجه انه يقدمها علشان الملتقى ينجح. الفكره كمان ان احنا لما قدمنا للشباب اللي ما قدمنالهمش المكان وما قدمنالهمش اللي عملنا يعني التواصل ما بينهم وبين البنوك بس، لا احنا كمان كنا حابين نعرف ايه هم احتياجاتهم وحابين نعمل فيدباك على الملتقى نفسه. وتم فعلا من خلال استماره بعد ما خلصوا الملتقى، يعني اللي دخل الملتقى حوالي 1020 عمل لنا فيدباك حوالي 474. من خلالها احنا عرفنا ايه اللي ممكن يعني ان احنا نكون ده رقم كويس بالظبط كده. وعرف نفس الوقت عرفنا ان احنا الى حد كبير الحمد لله ربنا وفقنا ان احنا نلبي الطلبات. كان الفيدباك كان بيتكلموا عن ايه؟ يعني كانوا مبسوطين بالملتقى وارجو ان حضرتك كمان تشترك معانا في ده. ولا كانوا شايفين ان الشركات اللي موجوده ما كانتش هي كل طموحاتهم، كانوا محتاجين اكتر شركات اكتر، كانوا بيبحثوا عن تخصصات ما لقوهاش، يعني كان الفكره ايه؟ لا هم كانت في نقطه بسطاهم جدا وبسطانا احنا كمان في ان كل اللي كان فعلا موجود كان فعلا محتاج، وكان فعلا الوظائف المعروضه وظائف حقيقيه مش مجرد شو او تسويق للبنوك او الشركات العارضه. دي فعلا احنا حسستنا ان احنا عملنا صح، ان في مصداقيه فعلا في العمل. وكان في مصداقيه من البنوك لينا، واحنا بالتالي كنا واضحين وكل الامور الحمد لله كانت يعني ماشيه زي ما احنا. الشيء اللي كان نص ونص ايه بقى
احنا لحد دلوقتي احنا اللي عايزين نعرف احنا لا هو استكمالا للايجابيات بالامانه يعني احنا كنا في بانر كبير كان على مدخل القاعه كان بيخاطب كل شركه احتياجاتها باللوجو بتاعها. انا كواحد داخل عشان اقدم في الجوب فير اول ما انا هدخل انا تجاره البنوك دي عاوزه 1 2 3 الحاجات دي موجوده فيا ولا لا، وبدخل بعد كده على المكان. فبالتالي كل واحد من البنوك او المؤسسات الماليه اللي كانت موجوده عاوزه احتياجاتها، لدرجه ان كان في مكتب محاسبه عالمي كان موجود هو كان طالب حاجات كواليفيكيشن محدده انا مش هاخد غيرها. الشاب اللي لاقي نفسه الكواليفيكيشن دي فيه يقدم. اللي بالامانه اللي يعني من الحاجات اللي هي كان مش سلبيات بس دي مش بايدينا، اللي هم خريجين كليه حقوق. طبعا كليه حقوق خريجينها كتار جدا، تمام، بيطمحوا طبعا في العمل. طبعا العمل المصرفي والقطاع المصرفي من الحاجات اللي معروفه ان هي مرتباتها كويسه، بس المرتب الكويس ده بيقابله كواليفيكيشن معين ومش كل الاحتياجات. خريجين حقوق كتير جدا بيجوا هم الاحتياج ممكن يكون عاوز مثلا 15 محاسب ومحامي واحد، بل اكتر من كده ممكن تصل ل 100 محاسب ومحامي واحد. فبالتالي مش كل البنوك كانت محتاج، فكان مصدر بالنسبه لهم يعني مصدر يعني مش مبسوطين، مش مبسوط، تمام، مش مبسوطين. طيب يعني اكيد في بعض المسائل اللوجستيه المهمه جدا اللي برضه لازم نتكلم عنها، اللي فكره مين ساعدكم في عمليه التنظيم، لان دي مساله برضه تكون محتاجه لما بتلاقي مجموعه من الشباب بعدد كبير زي ما بتتكلم. الاعلام عن الملتقى كان بيتم ازاي؟ يعني كل الحاجات دي لانها بتكون فعلا اكيد جالكوا فيدباك متعلق بهذا الامر يعني. كان دور كبير جدا من فريق العمل، خليه النحل كانت شغاله من قبل الملتقى بكتير، بدانا نشتغل، الفلايرز نزلت، البروشور نزلت، الناس فريق العمل كان بينزل باختلاف الفئات بتاعته بنفسهم بيوزعوا، نتواصل مع الناس، الميديا كنا شغالين عليها، تواصل مع النوادي، التواصل مع الجامعات. بالامانه لا الناس اشتغلت بشكل غير عادي. انا عاوز اقول لحضرتك ان احنا كنا لغايه الساعه 2 و3 بالليل فريق العمل موجود، مهندسين اطباء استشاريين موجودين في الشوارع، كانوا في الشوارع بنعلق البنرات بتاعه الملتقى، بنشرف على اختيار الاماكن عشان الناس تعرف لا هنا ممكن اكتر، هنا ممكن يجيب اكتر. التواصل مع الناس عن طريق الميديا، الميديا بقت دلوقتي بتغطي مساحه كبيره جدا من الدعايه. فالحمد لله كان حاجه موفقه من فريق العمل. عملتوا توثيق للكلام ده يعني موثق؟ لو انا مكانكم بقى وانا جاي البرنامج النهارده كنت جبت سي دي عليها كلام الناس، كلام الناس اللي هم كانوا مشتركين في الملتقى معنا، بس لان ده الحقيقه كان يبقى كمان مش عشاننا وعشان الشباب اللي لما تعملوا ملتقيات جايه يشوفوا كمان درجه المصداقيه اللي موجوده في الملتقيات من خلال الشركات والبنوك. المصداقيه لقيناها في الفيدباك بالامانه. ده مهم، ده مهم كمان نعرضه كمان علشان الشباب اللي هو في الملتقيات القادمه باذن الله يكون يعني حافز ليهم خلال المرحله الجايه. انا كنت مبسوط جدا في الملتقى ده بالذات عشان احس نفسي الشاب يحس ان انت ليك امل، ليك طموح في حاجه اشتغل عليها من دلوقتي. مش الشاب اللي متخرج بس. انا دخلت كليه تجاره، دخلت اقتصاد، دخلت اداب، يعمل ايه بقى؟ اشتغل على نفسي. ازاي؟ ااهل نفسي. ااهل نفسي في اللغه، ااهل نفسي في الـ انا عاوز اشتغل في القطاع المصرفي، ادور مين اللي بيدرب في القطاع المصرفي، اروح له لغايه عنده وادق الباب وهيستجيب لي. انا عاوز اقول لحضرتك ان انا قابلت ناس شباب في الملتقى. احنا طبعا الملتقى ده كان مش خاص بمحافظة القاهرة بس، كان محافظة القاهرة بالامانة كان هو المنبر اللي احنا واقفين عليه العربية. احنا كان عندنا ناس في الملتقى من كل المحافظات. انا من اكتر الناس اللي عجبوني في الملتقى الشباب اللي جايين من المحافظات، بنتين جايين من محافظة الغربية بيقولوا لي احنا راكبين الساعة 6 الصبح عاوزين نشوف مجال عمل، احنا طمعانين ان احنا نشتغل في القطاع المصرفي.
فريق العمل كان بيلف معالهم بيعرفهم على طب ممكن هنا ممكن هنا البنوك نيم بس يا استاذه ولا اللي كان فيه كتير؟ لا هو بصراحه كان كتير جدا. طيب انا عايزه كمان الابلكيشنز اللي حضرتك كنت بقول لحضرتك عليها دي بتتم تفريغها و يعني محطوط فيها الداتا، عندنا داتا بيس كبيره جدا والفيدباك ده برضو كله بيتفرغ على الكمبيوتر وبيعمل نعمل منه احصائيات للمتابعه، واحنا كمان علشان نتابع مع البنوك مين اللي تم توظيفه ومين اللي ما جاتلوش فرصه عمل. أيوة بحيث ان احنا المتابعه دي كنت لسه اسال حضراتكم عليها، احنا مش بنسيبها بصراحه كده، وبامانه مجهود جامد جدا ومرهق للغايه دخول الداتا دي وعمل الداتا بيز ده شيء مش سهل. ان احنا كمان نرجع بعد كده نعمل فلتريشن للكلام ده كله، مين اللي خرج من منها وتم توظيفه ومين اللي لسه في احتياج لفرصه عمل جديده، ده بيتم التواصل معاه تاني في الملتقى الجديد. هي المؤسسات اللي بتشترك معاكم في الملتقيات دي بعد انتهاء الملتقى وبالتاكيد بيكون عندهم استمارات الشباب، تمام. هل بيقولوا لكم احنا اخترنا على اساس ايه؟ احنا اخترنا كم واحد؟ احنا اللي بنسالهم واحنا اللي بنتابع وبنتم يعني لازم نعرف، ولازم نعرف احنا فعلا عرفنا ان الهدف بتاعنا تم تحقيقه ولا لا بشكل فعلي يعني. بالظبط كده. وده بيتم تحقيقه، وفي دلوقتي فعلا تم التواصل ما بيننا وما بين الشباب اللي تم اختيارهم وتحدد ليهم مواعيد انترفيو في بعض الشركات والبنوك. ودي كانت بالنسبه لنا احنا الاسبوع اللي فات كانت نقطة حاسة زي ما يكون دعم نفسي كبير جدا ان احنا بنعمله ده ليه مردوده ومردوده الجيد جدا، لان فرحة الشاب هو بيكلمنا وبيشكرنا على المجهود وان هو تم اختياره، ده بالنسبة لنا احنا هدف بيتحقق، لان احنا الفريق العمل فريق متطوع وبيبذل مجهود خرافي. التطوع في حد ذاته ما بنستناش قدامه حاجة غير ان احنا فعلا يتحقق الهدف، وبنبذل المجهود عن حب، وال يعني المحبه اللي ما بيننا فعلا بتطلع وتبان للناس في يعني في التواصل وفي النتيجه اللي احنا بنستناها. لكن بالنسبه لحضرتك الفيدباك والكل الفلايرز اللي تم توزيعها والميديا السوشيال ميديا كان ليها طبعا تاثير كبير جدا. كل الكلام ده مكتوب، وحضرتك حتى في ضمن الاسئله احنا تعرفنا عن طريق ايه علشان خاطر نبقى بعد كده مركزين عليهم، والحتت اللي احنا ما عرفناش نتواصل بيها للشباب منها للشباب نرجع نعمل عليها ستريس تاني في الملتقى الجاي. فكل اللي احنا بنعمله ده علشان خاطر لو في اي ديفو بنتداركه، وفي نفس الوقت بنبقى عارفين اللي احنا ماشيين فيه ده صح ولا نغير. طيب الحقيقه يعني استاذ ضياء قلت لي ان الملتقى كان لكل محافظات الجمهوريه، تمام. هل عندكم فكره ان انتوا تاخدوا البنوك والشركات اللي اشتغلت معاكم وتروحوا مثلا حته في الصعيد كده نعمل ملتقى هناك يخدم محافظات الصعيد؟ يعني بتفكروا ازاي في هذه جامعه اسيوط مثلا نعمل فيها الملتقى، جامعه جنوب الوادي نعمل فيها ملتقى من هذه الملتقيات، وكمان نشوف نحرك الدنيا بشكل او باخر بعيدا عن اطار القاهره الكبرى او يعني انتوا بتفكروا ازاي خلال المرحله الجايه؟ احنا والله احنا يعني بالامانه احنا يعني اللي احنا فكرناه خلال المرحله الجايه كان حاجه برضو في القاهره. يعني مش هكذب على حضرتك، يعني بعد الجوفير الاولاني والتاني احنا بنفكر ان شاء الله اعد جوفير ثالث بس خاص بشركات تاني. شركات الشركه بتغطي جوانب كتير، يعني المهندس هيشتغل في الشركه، تمام. المحاسب هيشتغل في الشركه بتاع الحقوق اللي كان عنده مشكله من شويه هيشتغل في الشركه فهيغطي لي حاجات كتير. وبرده هرجع اقول تاني كواليفيكيشن شاب. ما ينفعش ان انا اقعد 4 سنين وفاكر ان في واسطه هتعيني في مكان. هو انت عارف المشكله في ايه في مصر؟ ان ما بتلاقيش حد يقول لك تعمل ايه، اللي هي الفكره اللي حضرتك بتقولها من شويه. هو التنسيق جاب له كليه تجاره فهو دخل كليه تجاره، بيقعد يشتغل المحاضرات والتنسيق والمحاضرات والامتحانات والكتب وما الى ذلك، تمام. وفي النهايه يكتشف ان ال4 سنين عدوا هوا وهو اصبح خريج وهو مش مؤهل وغير مؤهل، ولكن هو ما لقاش حد يقول له انت تعمل اعداد لنفسك ازاي خلال فتره الكليه. فيا ريت حضرتك تقول بعض الحاجات الاساسيه، لان ده كلام الشركات بقى. احنا بالامانه احنا جبنا احد المعاهد الحكوميه تبع البنك المركزي المصري كان موجود معانا في الملتقى. ده بالامانه انا جايبه بالتحديد عشان ياهل الشباب. انت خريج كليه التجاره ادخل هنا خد كورس، انت طموحك ان انت تاخد مبلغ مالي في ايدك تاخد مرتب كويس اهل نفسك عشان تبقى
جدير ان انت تشغل الوظيفة دي. ده اللي مفروض الشاب يعمله. قعدتك على القهوة مش هتجيب لك العائد بتاعك. ولا الفيسبوك ولا الفيسبوك. انت ممكن الفيسبوك يعلمك حاجة. يعلمك التواصل لحاجة تأهلك. انما مش في الشات واقعد اضيع وقتي. لا. لغاية دلوقتي ناس في الخمسينات والستينات بتتعلم عشان تثبت نفسها. يعني الرسالة بالأمانة لكل شاب، اشتغل على نفسك. عمر ما الواسطة حتى هتقف في ظهرك. ولو ما عندكش حد يقولك اسأل. ازاي انت كمان ممكن تشتغل على نفسك خلال فترة الجامعة، او حتى لو انت لسه خريج ممكن أربع لسه فرصة متاحة. اربع سنين ممكن تشتغل على نفسك. الجامعات نفسها الحكومية اللي هو فيها كورسات وبتعلن عن كورسات جواها. بلاش نخش في مسألة الجامعات لان هيكون فيها كلام كتير جدا. استاذ ولاء، يمكن الشباب يعني الرجالة بيكون فكرهم عن الوظيفة مختلف عن الفتيات. يعني حضرتك قلت لي تقريبا في 1020 شاركوا في هذا الملتقى. تمام. كان قد ايه فتيات؟ النسبة كانت تقريبا متقاربة. وكانت كله بيسعى طبعا علشان وظيفة. بس هنا فينا هقول لحضرتك نقطة مهمة جدا. احنا الملتقيات اللي احنا بنعملها مش ملتقى مجرد ان احنا بنحط وظيفة لكاتيجري معين وخلاص، لا بالعكس. كان الملتقى الاول اللي اشار اليه استاذ ضياء كان ملتقى اغلبه للعمالة والوظائف الاقل شوية، يعني تعتبر الوظائف الخدمية. كان الهدف الاساسي فيها كمان التدريب. وتم فعلا التدريب لمجموعة كبيرة جدا من الفتيات والشباب وسيدات ورجال كبيرة على مجموعات معينة من الوظائف، أهمها كانت الخياطة والتبريد والتكييف. تمام. فكانت دعم للكورسات دي أولا ده من غير مقابل، بالعكس اللي كان بيجي كان بياخد زي باكت معاني بالظبط، بياخد بدل انتقال. اوكي. وكانت بتبقى فيها الماتيريالز كلها متوفره ليه، وكانت ممكن الخامات اللي هو بيشتغل بيها دي بتعدي ال 2000 جنيه. تمام. فالسيدات حتى اللي ما قدروش يتروحوا يشتغلوا في المصانع اللي هي في الخياطه اشتغلوا من خلال بيوتهم ووفروا فرص عمل ليهم، وكان المستوى بتاعهم بعد التدريب بقى احسن جدا كماديات. دي نقطة. تاني حاجة الفكرة اني انا ابقى متواجد بس علشان انا ابقى متواجد وخلاص، لا ما ينفعش. انا متواجد عشان اساعد، علشان انا اعمل حاجة ليا بعد كده احس فيها بان اللي حواليا كمان بيبقوا يعني في يعني زي انت عايش ليهم وهم مبسوطين بتغيير وضعهم. اكيد. فالشباب والبنات كلهم كانوا في حالة بحث واحنا بنحاول نساعد. هو الحقيقه انا سالتك السؤال ده ليه؟ لان دايما الشاب غير الفتاه في فكره البحث عن فرصه العمل. فرصه العمل بالنسبه للشاب هي الحياه، هي الاساس. صح. بالنسبه له ورب اسره. ورب اسره وعنده تحديات وعنده طموحات كتير. الفتاه يمكن تكون من المتحمسه للفكره بس مش بنفس القدر بتاع الشاب. طيب عايز اعرف فكرهم كان ايه في الملتقى. في حضرتك كتير بنات اصلا ممكن تبقى هي المسؤوله عن الاسره برضه. اكيد. وفي بنات كتير. وانا طبعا هقبل كل التحمس بتاعك الفكره دي وارجو ان كمان تكون معايا يا استاذ ضياء. انا مع سيادتك قلبا وقالبا. طيب انا سعيد جدا بكلامكم، سعيد باستضافتكم، سعيد بالحوار، بتمنى لكم كل النجاح. اتمنى اشارك معاكم المرحله الجايه نعرف نقطه توصيف في جامعه اسود او في جامعه من الجامعات الاقليميه علشان ننتقل لخارج القاهره ويكون عندنا فريق العمل بالمايسترو الدكتور مدحت شريف. ان شاء الله ممكن ان شاء الله خلال المرحله الجايه. اول حاجه ان من خلال الملتقى ده تم غيره بعض النواب وتم تواصل ما بينهم وما بين سياده النائب وطلبوا منه المساعده في ان هم ينظموا ملتقيات في محافظاتهم. وسياده النائب قال لهم ان شاء الله لما يشوف الفريق العمل بتاعه امتى يعني وقته متاح، لان ده فعلا مجهود كبير. وهو قال لهم اكيد اي مكان انا هبقى متواجد فيه. كل الامنيات بالتوفيق. بهنيكم مره ثانيه، بشكركم. شرف لي. بشكر حضراتكم والاستاذه ولاء امين عبد الحليم احد منسقي الملتقى ومجلس سير علوم انسانيه، بشكرك جدا شرفتيني. بشكرك كمان الاستاذ ضياء الدين محمد عبيد المنسق العام للملتقى ومساعد بأحد البنوك الوطنية، بشكرك جدا شرفتني. بهنيكم مرة ثانية. بكده مشاهدينا الكرام وصلنا مع حضراتكم لختام فقرات من القاهرة هذه الليلة. بكرة فريق عمل جديد، أما أنا فألتقي مع حضراتكم في الأسبوع القادم. حتى نلتقي، شكرا لكم وإلى اللقاء.